الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: العقيد شمس الدين يتغيب عن مواجهة الزميل قبيسي، والجديد تكشف مزيدا من هوية المعتدين. في الخاص: شيوخ سعوديون يغرون ويغررون بالنازحات السوريات في عكار. بيجي لهم بس بيتجوز وبيطلق، بيضل مع الوحدة 5 أيام وبيطلقها. صلاة تقطع الطريق الدولية، وأبناء جبل محسن يستنكرون الاعتداءات عليهم. نعتوني بالكفر، بكفرونا، نزلوني، حطوني ساعة ونص لصندوق السيارة، رجعوا نزلوني أو وصلوني 13 ضرب بجسمي. في النشرة: توفيق طه ينطوي في مخيم عين الحلوي. نيجيريا تطلق سراح لبنانيين من تهمة الانتماء إلى حزب الله، وتحكم على الثالث مدى الحياة بحيازة أسلحة. قذائف هاون على الجامع اللموي في دمشق وسقوط ضحايا. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل.